اللاعب جوستافو. جوستافو حرث الملعب طول وعرض وسجل هدفين، يستاهل 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 انه يكون افضل لاعب في الجولة. افضل لاعب جوستافو، لاعب نادي النصر جوستافو. اللاعب الافضل في الجولة بالتأكيد احمد حجاز. افضل لاعب في الجولة الثامنة لاعب نادي النصر لويس جوستافو. احسن لاعب ميشيل لاعب نادي الهلال. افضل لاعب في الجولة لاعب نادي النصر جوستافو. أفضل لاعب في الجولة جوستافو لاعب نادي النصر. أفضل لاعب في هذه الجولة أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد. أفضل لاعبي الجولة البرازيلي ميشايل لاعب نادي الهلال. أفضل لاعب في الجولة لاعب نادي الهلال ميشايل ميشيل ديلغادو. أفضل لاعب لويس جوستافو. أفضل لاعب في الجولة لويس جوستافو. أفضل لاعب ميشيل ديلغادو. جوستافو لاعب نادي النصر. وأفضل لاعب في الجولة لويس جوستافو.